كي نقول لك اعطيني البيلون الحوص من 25 جويليا لليوم، شنو الحاجات اللي تعتبرها صارت ايجابيه؟ برشا حاجات ايجابيه صارت على المستوى السياسي، صارت برشا حاجات ايجابيه. رئيس الجمهوريه خلص البلاد من كابوس نتاع اسلام سياسي كان يحكم في البلاد 13 سنوات، وهذا راهو مش سهل. كلفته أن خروج الإسلام السياسي من الحكم، الكلفة متاعه في عديد البلدان الأخرى كانت كلفة غالية، وكانت كلفة حتى بالدم باش خرجوا من الحكم. اليوم في تونس خرجوا بسلاسة بدون إراقة أي قطرة دم، ثم برلمان جديد، ثم مسار سياسي رغم كل التعثرات والتحفظات على هذا المسار السياسي، ولكن ثم مسار سياسي جديد. نقطة الضعف في المسار بكله، وحنا ديما كنا نأكد عليها، نقطة الضعف أنه الإصلاحات السياسية ما واكبتهاش إصلاحات اقتصادية واجتماعية. احنا منذ اليوم الاول تاخر الرئيس في الاصلاحات هذه، اي بالطبيعه هو يمكن عنده رؤيه مختلفه على رؤيتنا نحن. احنا من نهار الاول قلنا راهو الاصلاح السياسي يجب ان يسير بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ما نجموش نعمل اصلاحات سياسيه بعيده على، لانه احنا فهمنا شنو احنا فهمنا ان 25 جويليه عمقه وجوهره هو اجتماعي واقتصادي. راهو جات 25 جويليه لانه قبل 25 جويليه باش ما ينساوش التوانسه، كانوا 300 تونسي يموتوا كل يوم بالكورونا ويستغيث ولا من مجيب. كانت 2000 شاب في جان في 21 كانوا يظهروا في الشوارع ضد قانون الماليه لا وطني ولا شعبي. كانت نسب البطاله تزيد، نسب التضخم تزيد، نسب الفقر تزيد، الى اخره الى اخره. دونك الجوهر الحقيقي نتاع 25 جويليه هو اقتصادي واجتماعي. دونك كما المفروض يمشيوا مع بعضهم من باراليل، نصلحوا ونعملوا دستور، نعملوا كذا قانون انتخابي، ولكن امام تو نعملوا خطط اقتصاديه تخفف الوضع على المواطنين والمواطنات. انا نعتقد هذا الجانب الثاني هذا تاخر كثيرا.